بهدف تحسين الخدمة وزيادة سرعته، تعاقد العراق مع 3 شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت، لكن تحسين الخدمة وزيادة السرعة لم تتأثر، وما زال العراق في المرتبة 13 بعد 100 عالمياً في جودة خدمة الإنترنت. الكلفة والجودة أمران لا يتناسبان في إنترنت العراق، فبغداد العاصمة أكبر المتضررين من ضعف الخدمة، حتى بعد الوعود والمشاريع والاتفاقيات التي من شأنها تحسين الخدمة، أو كان ينبغي أن يكون ذلك. سرعة الإنترنت في العراق تتراوح اليوم بين 1.5 ميجا في الثانية و3 ميجا في الثانية، في وقت يفترض ألا تقل عن 25 ميجا في الثانية بحسب سعات الإنترنت المستوردة والتي تورد إلى شركات تزويد الخدمة. الوايرلس أو الواي فاي اللي يوصل للمستخدم أو اليوزر مع انتقال البيانات من خلال البرج أو النانو وغيره إلى المواطن، هذا الشيء يصير عملية سحب للبيانات من قبل المواطن أكثر من السعة اللي متوفرة عنده، فلهذا كثرة الطلب على هذه الخدمة لتقلل جودة الإنترنت اللي واصل للمواطن. ضعف الخدمة صار عبئا كبيرا على المشتركين، وخاصة إنها بدأت تؤثر على أعمالهم المعتمدة في أغلبها على الإنترنت. أما في البصرة هنا فخدمة الإنترنت تعاني من مشاكل عدة، لعل أبرزها ضعف الخدمة إلى جانب كلفتها المرتفعة، لهذا فإن الخدمة يصفها المشتركون بالرديئة قياسا بالأسعار التي تدفع مقابلها. ويرجع مختصون في مجال الاتصالات أسباب ضعف خدمة الشبكة العنكبوتية إلى تحميل الأبراج التي توزع الإنترنت أكثر من طاقة استيعابها، من خلال قيام مزودي الخدمة بزيادة أعداد المشتركين على حساب السعات الواصلة إليهم، الأمر الذي جعل غالبيتهم يشكون من ضعف في الخدمة مما أثر على أعمالهم. 30 شخص او 20 شخص اللي كل برج، انت حاليا هسه من تروح للابراج تشوفها مليانه سكترات ومليانه نانو ستيشن وبي فوق ال100 وال200 كل على برج واحد، ما يتحمل تاثير انه ضعف النت، ما توصل لك اشاره بشكل صحيح وما يجيك النت باللي انت المطلوب، يعني بالفلوس الدافعه وبالشكل المطلوب. خدمة الإنترنت تنقطع على نحو مستمر في العراق، وهذا عائد إلى قرارات الحكومة التي تلجأ إلى إيقاف الخدمة وقت الامتحانات خوفا من تسرب الأسئلة، فضلا عن قطعها خلال التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد لا سيما في أوقات التظاهرات. لا يختلف وضع الإنترنت في نينوى عنه في بغداد والبصرة، رداءة الخدمة وتقطعاتها المتكررة وغلاء الاشتراكات مقارنة بجودتها هي سمة البارزة للإنترنت في نينوى وفي الموصل على وجه الخصوص. وكلاء الإنترنت في الموصل يعزون الأسباب إلى المصدر في بغداد، الباند المخصص للموصل لا يكفي والتطبيقات تكون محملة في كاشات، لذلك تظهر المشكلة سريعا عندما يكون هناك زخم على الخدمة. خدمات الإنترنت رديئة جدا وتقطعاتها حيل كثيرة والاشتراكات كلش غالية، ليش باقي الدول يعني الإنترنت سريع ورخيص ومستقر؟ وبالعراق احنا اليوم 2023 ولحد الان ما صار اي تحسن بالانترنت، ايش وقت تخلص هذه المعاناة؟ يعني ما نعرف. منذ سنوات ولا وجود لاي تحرك من قبل الجهات المختصة للسيطرة على تهريب سعات الانترنت عبر استخدام الوصلات الميكروية، يحدث هذا في نينوى بالاضافة الى محافظات اخرى، وما يزال التهريب مستمرا والخدمة رديئة.